صيفطنا هاد البنت هادي اللي لابسه الخمار باش اننا نختبروا هاد جوج بنات اللي جالسين في هاد الكرسي هادي. اون فوا جلست حداهم هاد البنت بداو كيديروا فيها واحد الشوفات اللي بصح غرابين. البنت قالت لصاحبتها شوفي شوفي على اللباس لابسه هاد البنت هادي، وديك الطريقه اللي بداو كيشوفوا فيها ديال الاستهزاء. فقررت انني غادي نتدخل في هاد اللحظه هادي وغادي نجي وغادي نجلس حدا هاد جوج بنات باش انني نبدا نستفز فيهم فرجه ممتعه. سامك سلام. ماشي مشكل نجلس. شكرا الله يحفظك. انتما بنات الناس والله العظيم الا بنات الناس، عرفتي علاش ما دزتوش حدا هذيك؟ شو على لباس بعدا دايره؟ شو لا حول ولا قوه الا بالله، كيبقاو يديروا بحال هذا اللباس هذا ما فهمتش، كيبقاو يديروا دوك المصايب. راك عارفه انت داكشي كيديروا المصايب وداكشي كيتخبعوا مور داك اللباس. راك عارفه كلشي يا خويا. ماشي كلشي، ماشي كلشي يعني راكي واخا كتعرفوا ديك البنت ما كنعرفوهاش. واش عارفك علاش واحد وانا ما كنعرفوهاش؟ وراه باينه راه هادشي اللي واخدين عليها صحاب هاد اللباس هادي، كيبقاو يديروا المصائب. هانت تنبيه، هاد الفيديو كيعالج ظواهر داخل المجتمع المغربي، ما كنصحش القيام بهاد الامور او التدخل في حريات الاخرين، وما كنتحملش مسؤوليه اي تجريب خاطئ من هادشي اللي غادي يتقال، ونطلب الهدايه لنا وللجميع، والسلام عليكم. ماشي كلشي راه فيهم وفيهم. انت زعما مثبتاها وجالسه ما فهمتش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا انا كنحكم على الواحد انا. لا لا حول لا لباس زين لا ما فهمتش. وزعما كيكونوا مرتاحين. ايه راناش حنا نولي بحال هكا بحال هكا. لا لا غير خليكم في هذا اللباس، والله الا هذا اللباس هذا عندكم ناضي. نصيحه زعما هكاك غير الشبهات. غير الشبهات والدراري كتكونوا غادي بحال كيدري كيبقاو يتزرو عليكم وهادي. علاش دابا باش نقولك واحد القضيه، واش غتفقوا معايا بعدا فيها ولا لا؟ البنات اللي كيلبسوا داك اللباس فهمتي دابا راه طالقه ودنيا هنايا. هنا لا سلا بنادم طالق ودنيا. لا سمع سمع دابا البنادم اللي دوك البنات اللي كيكونوا لابسين داك اللباس فاش كيكونوا غاديين في الشارع شنو تيقولوا عليهم؟ وبصراحه تيقولوا عليهم شي حاجه بلا ما نقولها. وراه هادشي تا انا ولو ماشي كلشي ها باينه غير من لباسها. لا ماشي كلشي عندنا مجتمع. شو 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 على لباس كيداير زعما لا حول ولا قوه الا بالله. عرفتيها انت باش تحكم عليه؟ واش تعرفها؟ انا ما كنعرفهاش. ايوا وما باغيش نعرفها. هي لبسها كيفاش سر راسها؟ ها يعني فايته دايره الذنوب كيفاش فايته دايره؟ ها دابا كلنا انت واحد ما يعني ما يعني ما عايش بلا ذنوب. درتي ذنوب انت كديري؟ دايره وكنطلب منها المغفره. الله يسهل عليك. ما كاين حتى واحد. انت دايره شي ذنوب؟ يقدر نكون غلطه ولا شي حاجه ولكن ما عرفتش. شو على لباس كيدير؟ شو شو وترضاو انتم تلبسوا ذاك اللباس؟ اه والو يعني حتى ها انتم دايرين ذنوب باغيين تستروا. باش انت واش كتمنى؟ جاي داخل في راسك تهضر في بنت ما عارفهاش تقول لي تسري راسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ديوها فوق راسكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم أستاذة. صافا نجلس حداك أختي. الله يجازيك بخير شكرا. من الصباح وما مجلدين فيك من الصباح وكنقول لهم يا ودي بعدوا على ديك السيدة يا ودي بعدوا عليها. لا حول ولا قوة. لا بنادم المجتمع عندنا خاسر خاسر خاسر. من الصباح من الصباح وما مجلدين فيك. واش فراسك بنت اكبر منافق؟ نعم اختي. واش فراسك بنت اكبر منافق؟ واش مريضه شويه؟ لا انتي مريض. هل هادي واش صافا اختي؟ من الصباح انتم مجلدينها في البنت حشومه كاع. لا وهي حشومه جاتكم الغيره حاجه البنت مستوره. ما السيرية مالي بنت باش نغير من بنت واش صافا؟ بلاتي بلاتي مازال ما سالاش هذا الفيديو هذا، الا وصلتي حتى لهذ اللقطه هذه ما عليك الا تدخل انستغرام ديالي اللي هو هذا، دير لي فولو، صيفط لي الافكار ديالك، كملوا دابا الفيديو حتى الاخر. اختي اش قلتي لي سماك الله؟ زينب. زينب راه غير جاتهم الغيره منك حيت انت يا مستوره تبارك الله. منافق بلاتي انت يا منافقه. حتى هو المنافق جلست حداك لهيه وجلست حداك وكنقول لهم شو ديك البنيه تبارك الله شحال زويونه ومستوره وستره راسها وداك الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. لا حول. أمنكم عدد منكم عدد يا المنافقات. أمنكم عدد يا المنافقات. كاين شي واحد معفي من الذنوب؟ يا أنا لابسة هذا اللباس يا واحد متبرج. كاين شي واحد معفي من الذنوب؟ كلشي ديال الذنوب إن الله غفور. وشديد العقاب وشديد العقاب. هذا العقاب هو اللي غيدير الهادو إن شاء الله. يا المخرويطات اختي ياك ما كنعرفكش باش ما يقولوا زعما جاي معاك ولا ياك ما كنعرف.
نعم ما كتعرفنا؟ انا ما كنعرفكمش، جيت حداكم. انا كبرت معاهم انا جيت جلست تمايا، قلت لهم شوفوا ديك البنيه تبارك الله شحال زوينه لابسه داكشي زوين. شنو قالت لي؟ قالت لي هو صافي داكشي اللي بقى كيبقاو يتخبعوا مور داكشي، كيبقاو يديروا داكشي. لا حول ولا قوه الا بالله. فيك 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 يا المنافقه، فيك فيك يا المنافقه. شوف اختي، شوف انت ما اديتيهم ما ضربتيهم ما تلعبه، داخله سوق راسك جايه تكالماي. وشوف مجلدينها فيك. لا حول ولا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا المنافقه منافقه انت منافق. على زين لباسك، شو على لباسك؟ على زينك لا جاي قصد حدا. انا دري واش غنغير منكم نتوما البنات؟ واش دخلت عليك بالله اختي؟ انا دري غنغير من هذا اللباس؟ واش دري غيلبس هذا اللباس؟ مريضه اختي. راه انت اللي مريضه، سيري دابا تجلسي الله يرضي عليك، خلينا نهضر مع السيده. شوف اختي راه كان جاي حدانا وكيهضر قال لك هي واش تثقي فيه؟ راه ما فيهمش الثقه بحال هذا النوع. وبالتالي جاي حداك تينافقك. اش كيدير؟ حلو ولا قوه. ساليتي الهضره، يلاه سيري تجلسي. يلا منافق، يلاه سيري تجلسي. يلاه سيري تجلسي. لا حول ولا قوه الا بالله. بحال هذا النوع هذا خصهم والله ما كرهت يتعلقوا من هنايا، من هنا هكا يتعلقوا. بالعكس وتشدوا هاي العصا. بالعكس النفاق في الوقت انهم يحب الله عز وجل يلبسوا لباس محترم. لا حول ولا قوه. ما فهمتش اختي، جالسين كيعيبوا فيك. انا ما فهمتش، انت هي جالسه ترونكيل وجالسين كيعيبوا فيك. لا حول ولا قوه الا لا حول. نمشي نرد لهم عقلهم ونرجع. لا ولا قوة إلا بالله. على الباس كدير ديك البنت. عاوتاني شوف الله يرحملك الوالدين، ما تبقاش تجي حدايا. ها انت شتي اختي؟ سير بحالك. يا علاش هضرتوا مع ديك البنت؟ علاش دويتوا فيها بالخايب؟ هاي رد قلبات لي كلشي على راسي. يا المنافقات. انت منافق قد سير يا المنافقة. سير تجي تبعد منا. شو كتضربني شو كتضربني؟ كاين العنف ديال الرجال كاين ياك؟ ما كايناش ما كايناش شي جمعية ديال الرجال. يا المنافقة غرتوا من البنت لابسة الحوايج. هو انت واش انا بنت نغير من البنت؟ واش انت مريضة؟ وفيش تقولي؟ لابسة المقزب يا المقزبة. تبارك الله عليك. نعم النساء. انا انت واش صبا؟ ها؟ انت صبا؟ انا بخير الحمد لله. ايطوا؟ صبا الحمد لله. غافي اونشونتي. الحمد لله. انت كنافق فيني باش نو؟ كومو تي تابيل؟ واش انت لاباس؟ لاباس. وانت لاباس؟ لا ما صاحبتك عارفه لاباس؟ لا ما عارفه حتى حاجه. شوفي اختي تقوش تنافقوا البنت حشومه عليكم صباح نقص حداكم كتجلدوها فيه. عباد الله وراه كنا بخير جالسين حنا انا وصاحبتي جالسه البنت بخير جيتي رونتيها. يا راه طيب رونتك اختي. بلاتي بلاتي انا قبيله فاش كنت باركه هنا سمعتك كدوي فيا بالخير. انا اختي انا سمعت اللي نزل عليا شي بار. انا كنت سمع ما كنتش قاصده نتجسس ولكن سمعت. الحمد لله الله يحفظك. بنات كيدافعوا عليا ما لابسينش بحالي ولكن القلب ديالهم مزيان وكيدافعوا عليا واخا انا هما لابسه برجت انا لابسه قلب. انت كتقول لهم هاد السيده هادي واخا ما تثقوش فيها ما ديروش فيها ولكن ما كانش عليك بحال ما كانش عليا حيت ما كتعرفنيش. انا ما كتعرفش الداخل ديالي شنو كاين، ما كتعرفش وجهي كيفاش داير. شنو نقول لك؟ سماك الله قلتي لي نتشرف فينا لاله زين. شوفي نقول لك المجتمع ديالنا ليش كيحكم؟ ليش كيدي في هذا الوقت هذا؟ مظهر. ها الله يرحم الوالدين. انا كمجتمع ديت على المظهر وانا ما كنقولكش انا هكا داير فهمتي. انا غير تقمصت الدور ديال المجتمع واخا ما كنقولش راه كلشي خايب ولكن كاين واحد في نقدر نقول 50% زوينين و 50% خايبين. دوك 50% اللي خايبين هي كيشوفوا شي بنت لابسه بحال هكا شنو كيقولوا عليها؟ راه كدير كتفعل كضرك ومخبعه مور داك اللباس فهمتي. داكشي علاش انا جلدتها فيها قدامكم باش نشوف شنو غادي دير. واحد ما تهضر ما تهضر انا شوف خايب. سمحي لي دويت تحكم عليه تتعرف. شوف سمحي لي دويت فيك بالخايب هذه اول حاجه. ثانيا درت هذا التصرف حدا هاد البنات غير باش نشوف واش غيتدخلوا ولا حتى هما غيمشيو معايا في ديك الطريق فهمتي. داكشي علاش انا درت هكا. اما راه شوف هو راه كاين البنات اللي كيكونوا لابسين شي كيديروا وكاينين البنات اللي كيديروا داكشي عن قناعه وبينهم وبين الله غير فهمتي غير غير الخير يعني ما كيديروش شي حاجه اللي خايبه. فداكشي علاش درت حتى انا هذا الشيء هذا كامل وهاد السيناريو هذا كامل وهاد الفيلم هذا كامل راه كيتصور راه الرادار ديالي فين محبوس شتي هاد الشيء هذا كامل غير كيتصور غير باش نوصلوا رساله للمجتمع اللي واخا تشوفوا شي بنت لابسه هذا اللباس ما تحكموش عليها
بصح انتم مطلعه علينا. لا شوف ماشي مطلعه عليكم، انا غير بغيت نجي نتستيكم واش غادي تمشيو معايا في ديك الطريق ولا ما غاديش تمشي. شتي شتي فاش كنشوف انا شي وحده بحال هكا تنقول مصطفى نقدر نلبس انا بحال هكا يعني تيعجبني. الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع، فهمتي؟ وماشي شوف ماشي بالضروره تلبس هكا، ماشي بالضروره تقدر تلبس حتى هكايا غير يكون قلبك زوين وعقلك يكون زوين والتفكير ديالك. انا عجبني الحال ما تدافعوا عليا صراحه، يعني راه باقيين بنات الناس. شوف هنا غادي تعرفي بلي راه باقيين بنات الناس، وانا عندي احساس بلي المجتمع راه كيتحرش بك وبهذا اللباس هذا. كاينه ولا ما كاينه؟ دونك كنتمنى هذا الفيديو هذا بعدا يعجب الناس وتوصل الرساله بعدا. واش هانيه تحت؟ هانيه وجهكم تانتي؟ لا ماشي مشكل، انت عادي خلصتي وجهك راه ما باينش. الله يحفظكم، شكرا بزاف، وسمحوا لي تقدروا تجلسوا مشي بحالتي انا. الله يعاونكم. مادام وصلتي حتى لهاد اللقطه هادي دونك عجبك الفيديو، شكرا ليك بزاف على المشاهده. وما تنساش كيف ديما تبارطاجي هاد الفيديو هذا مع صحابك، دير لايك لا فيديو، دخل عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا، دير لي فولو، صيفط لي الافكار ديالك، صيفط لي اي حاجه. تهلاو في راسكم.